احنا متعودين نبديها بصلاة على الرسول احمد المختار ونثنيها، واليوم ميلاده او الى تحلى الصلاة او لابد السامع سمع نوديها. صل على محمد وآل محمد. وش قد قرينا هواي عن فضل الصلاة، الما يصلي اعماله مهما تكون ما يلقيها، لان خلوها اساس الواجبات او كل عمل ما ينقبل بس بيها. واللي يصلي وبصلاته ما يصلي على الرسول اعماله الرحمن ما يبغيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. او تدري ربنا او تدري ربنا توني جاي منك او تدري ربنا خلق كل الناس بس كي يعبدوه، مو عبد حاشاه وسواها، او وضع شرط على العبادات الصلاة، او عي امل او وضع شرط على العبادات الصلاة. او تدري ربنا خلق كل الناس بس كي يعبدوه، او مو عبد حاشاه وسواها، او وضع شرط على العبادات الصلاة، او اي عمل ما ينقبل بس بيها، او وضع شرط على الصلاة ذكر الحبيب بس ذكر طاها او يزكيها. يعني من نرجع ورا ذاك السجود من عمر رب العرش املاكه تأديها، كان مو لادم امد ذاك السجود، كان لنوار النبي الحاويها. صل على محمد وآل محمد. صلاته ربنا بغيرهم ما خل، صلاته او شرف طه وآله بصلاته، عم اللي يصلي أبد ما تقبل صلاته إذا ما يصلي بيها على نبيه. صلي على محمد وآل محمد. أعلى شباكك، أعلى شباكك يا سيدي يا أبا القاسم، أعلى شباكك أكو يا سيدي حراس، ايدش ما امدها يدين تدفعها، يمنعون الجسد يتواصل وياك، شهر روح لتحبك ياهو يمنعها. على شباكك اكو يا سيد حراس، اش ما امد ايديك يدين تدفعها، يمنعون البدن يتواصل وياك، شهر روح لتحبك ياهو يمنعها. مخلوق على حبك هاي الارواح، من فضلة خلقكم ربنا خلق، من فضلة خلقكم ربنا خالقها، مخلوق على حبك هاي الارواح، من فضلة خلقكم ربنا خالقها. يعني ايش ما يسوي البعض ما يفيد، لان روحي على حبك ربنا فاطرها. بحضرتك سيدي منا انا صليت، علي يصرخ صلاتك يلا خلصها، وعلي يوقف حرس خاف انفرج بيك، حتى بذات قلبي يريد يسمعها. سياج من التهم مدوا على الباب، وشرك كل من حدودك راد يوصلها، اللي يمس شباك قبرك مشرك يصير، اللي يصلي عليك غادي روح ضايعها. وبصلاته على النبي لو انت صليت مدافع كان عليهم انت ضاربها. صل على محمد وآل محمد. اي والله. وبصلاته على النبي لو انت صليت مدافع كان عليهم انت ضاربها، تهز عروشهم هاي الصلوات، تهز عروشهم من احنا نرفعها، لذلك حاربه بقدر الصلوات ووصلها لنبيك خليه يسمعها. اللهم صل على محمد وآل محمد. لنحسن المشي بدرب النبي الهادي، لنحسن العلينا بعترته وآله، اوه احسن عم ذكرهم خير ما نفعل، والاحسن نصلع للنبي بهاي المسيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عم وياهو مثل الليله هالهلاله، وياهو مثل هالحجي يحلاله، وياهو مثل قبل كل المؤمنين.
المؤمنين والآمنة بالله كلها عياله وياه مثله برحمته الكل تعيش القلة إي والقلة أيضا لاله وياه مثله الشمس من عنده تغار لو برز تلبت بكتر دياله تخاف من نوره تخاف من نوره إذا تصدل تذوب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وياه مثل الليلة هالهلالة وياه مثل الحكي يحلالة وياه مثل قبل كل المؤمنين والآمنة بالله كلها عياله وياه مثل برحمته الكل تعيش القلة إي والقلة أيضا لاله وياه مثل الشمس من عند تغار لو برز تلبد بكتر ذياله تخاف من نوره إذا تصدل تذوب ويعمى نور الكون لو صداله البدر من نوره أخذ جزء يسير وصار مضرب للحسن وامثاله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عم ياه مثل الليلة هالهلاله وياه مثل هالحكي يحلاله وياه مثل الوصل يم عرش الاله قاب قوسين وتدنى خياله وياه مثل النار لو طبها سلام تصبح وكل من يطب هنياله وياه مثل اش ما تصل انت عليه مثلك الرحمن هم صلاله وياه عندنا مصلي الباري عليه غير بس طاح النبي وآله. اللهم صل على محمد بالخدمة وياه مثل الوصل يمعرش الإله قاب قوسين وتدنى خياله وياه مثل النار لو طبها سلام تصبح وكل من يطب هنياله وياه مثل اش ما تصل انت عليه مثلك الرحمن هم صلاله وياه عبن الباري مصلى عليه غير بس طاح النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولأنك نفس النبي ووصيه وأخي يا سيدي ومولاي يا أبا الحسن ولأنك الماء الذي تبطل أمامه كل التيممات أقول لجل هذا يا خلق حبيته وبوسط قلب القلب ضميته دورت مثل شبيه خلصت كل الخلق وليشبهه ملقيته قارنت بيه الصفات هو مقياس الصفات لقيته يعني من تقيس بس حيدر تقيس بحيدر تقيس الذي سويته إن كان من عنده فنور على نور وإن كان من غيره هواء في شبك ذبيته بنيت له بقلب دار وبيه قعدته وعلي سديته وبعيني جو الرمش كلش بالسواد غاد حيدر يا خلق خليته حتى من نشتاد ما روح عن بعيد بباب عين اوقف اذا ناجيته. بالخدمة. لجل هذا يا خلق حبيته وبوسط قلب القلب ضميته دورت مثل شبيه خلصت كل الخلق وليشبهه ملقيته قارنت بيه الصفات هو مقياس الصفات لقيته يعني من تقيس بس حيدر تقيس بحيدر تقيس الذي سويته ان كان من عنده فنور على نور وان كان من غيره هواء في شبك ذبيته بنيت له بقلب دار وبيه قعدته وعلي سديته وبعيني جو الرمش كلش بالسواد غاد حيدر يا خلق خليته حتى من نشتاق ما روح عن بعيد بباب عين اوقف اذا ناجيته. وادام الله علينا وعليكم الصلاه والسلام عليكم ورحمه الله.